صباح الخير، طولت عليكي. مو مشكلة. شو هالمعلمية اللي بيشوفك بفكرك فارسة من زمان؟ مع اني عم بتعلم كل شي هلأ. يلا إيلين، إيلين، يلا إيلين. لك شو جنيتي انتي؟ اه؟ هذا مو مزح تمزحي ابدا. انا قبلانه بعرضك وموافقه على مراد. وين كنت؟ تعرف حماتك بتحبك، السفرة جاهزة. ليش ما عم تاكل؟ ولا مالك جوعان؟ انتي شو صاير لك؟ ولا شي، بس جعت كتير، كأنه قلي كم يوم مالي أكلة. امتى رح أشوف خطيبي؟ إمتى ما بدك؟ بجوز بده شوية وقت، بعدين يمكن تحب تحكي معه بخصوص التحضيرات، ما هيك؟ مراد أصلاً جاهز وناطر الجواب منك. إيه بس هو لهلأ ما عرض علي الزواج. مو من حقي يطلبني الشخص اللي بده يتزوجني هو بنفسه، ولا أنا غلطانة؟ بلا، من حقك، كلامك مزبوط. أنا رح أحكي مع مراد لنبلش تحضيرات، وطبعاً كل شي رح يكون بشكل رسمي وعلى حسب الأصول مثل ما بدك وأكثر. مو هذا يلي بريحك؟ واللي بدك تسمعي من مراد تسمعي بوقتها. اتفقنا. صار لازم روح. خليني وصلك. مو مشكلة، خليك مرتاح أنت، سليمان بيوصلني. مثل ما بدك خانم. ولو زهير بيك، رح جيب السيارة.